طيب نروح بقى مع حضراتكم لملف تاني، مشكلة بيواجهها الفلاحين دلوقتي، وهي ارتفاع أسعار أعلاف المشاية في الفترة الأخيرة بسبب طبعا حضراتكم عارفين يعني جائحة كورونا من ناحية، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من ناحية تانية، والظروف الدولية الاقتصادية ككل. ده اللي خلى الفلاحين في بعض المحافظات يعملوا طريقة قديمة كان توقف استخدامها لأنها ضارة أو مش مفيدة إلى حد كبير، بينتجوا بيها علف للمواشي. للأسف أنه الطريقة دي أو الوسيلة دي بتعمل أمراض خطيرة للمواشي، وهي طريقة المكامير. طب إيه المكامير؟ هي عبارة عن حفرة في باطن الأرض بيحطوا فيها الذرة أو كيزان الذرة بطريقة معينة، ويسيبوها تتخمر، ويحطوا معاها يعني سماد وبعض المكونات التانية ويسيبوها تتخمر، وبعدين يستخدموها في يعني كغذاء للمواشي. هل الطريقة دي صحيحة ولا لأ؟ طب هو الفلاح هيعمل إيه؟ برضو معانا الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب في البداية عايز أعرف من حضرتك، رصدتم عودة المكامير فعلا؟ وهل الظاهرة دي موجودة بشكل كبير في أماكن معينة؟ هو يعني العنوان بتاع المكامير ده عنوان كده مطاط واسع شوية، هو الهدف منه أو معناه طب إن أنا نعرف بقى من حضرتك التفصيلة. بحفظ الغذاء بتاع الحيوان، الغذاء الأخضر، بطريقة معينة بمعزل عن الهواء، اسمها المكمورة. المكمورة ديت هي اسمها السلاج، وده اسلوب متبع في العالم الحديث او في تغذيه الحيوانات في العالم الحديث دلوقتي من الثمانينات، وانتشرت في مصر عندنا من بدايه التسعينات. دي طريقه حديثه جدا، بنستخدم الذره في مراحل نضج معينه، بيكون الكيزان في الطور اللبني، بتتقطع بمفرمه معينه الفلاحين عارفينها اسمها الدراسه، لقطع صغيره من 3 ل 4 سم، وتتحفظ بعيد معزل الهواء. طبعا بيبقى اساس الحفظ هو الايه؟ التغطيه بالبلاستيك بمعزل عن الهواء. بيتكون حمض اسمه حمض اللاكتيك نتيجه تخمر الهوائي، بعد كده البكتيريا بتموت، في بتبقى الماده الغذائيه خاليه من البكتيريا، خاليه من السموم، خاليه من كل حاجه طالما انا عملتها صح. ده نظام غذائي او نظام تصنيع غذائي للحيوان، هو نظام اقتصادي بيعظم فايده للحيوان من منتجات غذائيه رخيصه الى منتج غذائي عالي القيمه الغذائيه بيعوضنا شويه عن العالم. لكن حضرتك بتقول طالما عملتها صح، يعني في ناس بتعملها غلط. لا هو المفروض يا فندم كان اللي يتقال ايه بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. يبقى نصايح للفلاحين عند عمل ما احنا عشان كده حضرتك معانا النهارده توضح. حتى عشان ما ابقاش على العموم ان انا بخوف الفلاح وبخوف المستهلك. هي زي يا فندم العيش اللي في الثلاجه ممكن يعفن، طب انا لازم احفظه صح زي ماده زي اي ماده غذائيه. طيب عشان نوضح برضو للناس يا دكتور، يعني حضرتك بتقول انه في طريقه صح وطريقه غلط، ممكن تقول لنا ايه هي الطريقه الصح؟ الفرم القطع الفرم عدن الذره 3 ل 4 سم وعزلها تماما عن الهواء، وعدم استخدام اي مركبات ضاره نهائي، ولا اي مركب تقريبا بيتحط على هذا المنتج، على هذا المخلوط، بيطلع سلاج ممتاز والعالم كله معترف بيه ومنتشر في مصر، والمزارع الكبيره والحديثه كلها بتاكل منه. انما انا عشان احذر من المكامير بطريقه كده يعني عامه، لا طبعا. طيب وعشان نبقى برضو مفصلين اكتر ورساله حضرتك تكتمل برضو، ممكن تقول لنا برضو هو ايه الاضرار اللي ممكن تحصل على الماشيه وعلى الفلاح لما يتم استخدام الطريقه الغلط؟ بص يا فندم، اي ماده غذائيه حتى العلف المصبح حتى العيدان الصحيه السليمه اللي في الزيت، لو الفلاح ما عملهاش صح هتضر الحيوان. ليس الضرر قاصر على هذا النوع من الصناعات الغذائيه العلفيه البسيطه جدا اللي كل الفلاحين بمعرفه الارشاد الزراعي والارشاد البيطري المنتشر في الكوره دلوقتي عارف بتتعمل ازاي. يعني وبعدين ده مصدر غذائي رخيص للحيوان دلوقتي، يخلي المربي يربي الحيوان بتكلفه اقل. انما انا عشان انفره دلوقتي من السلاج، انفره ليه؟ ما ينفعش انفره خالص، بالعكس بقول له اعمله بالطريقه الفلانيه ديت زي ما انت عارف، وده كويس جدا، هيؤدي الى تحويل غذائي كويس قوي، انتاج البان عاليه، ومفيش اي مشكله فيها. دي طريقه معتبره فيها على مستوى العالم، وطريقه بديهيه خلاص. يعني ازاي ده بالفعل السبب انه حضرتك معانا عشان توضح الصوره للناس. عموما بشكرك شكرا جزيلا دكتور ايهاب صابر، مساعد وزير الزراعه للطب البيطري او للشؤون البيطريه، شكرا جزيلا لحضرتك.